هاي كيفكم؟ انا فادي واليوم عنا فيديو عن سؤال كتير 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 بينسألني، اللي هو اي واحد مفروض نشتري ايباد برو من ابل او سيرفس برو من مايكروسوفت؟ وعطول جوابي بيكون بنفس الطريقة، ما بعرف انتو ليه بدكم تشترو وشو معقول يكون استخدامكم عليه. مشان هيك عطوني شوي ديتيلز اكتر، لانه بتفرق من حالة لحالة وكل واحد منهم عنده حسنات وسيئات، فرح كون عم قارن نقطة ورا نقطة، هيك انتو بتستفيدوا وانا بستفيد معكم. بهيدا الفيديو رح كون عم ساعدكم لتعرفوا تنقوا اي الانسب لإلكن، ورح نكون عم نشوف الصراع بين ابل وبين مايكروسوفت. اول نقطة رح احكي عنها هي السعر. عطول بهالنقطة شركة ابل بتكون خسرانة، لانه شركة ابل كتير بتبالغ باسعار البرودكت السبعة. يعني مثلا الايباد برو اللي معي سعره $500 لفئة الاربعة جيجا رام، 128 ساعة تخزينية او ستوريج. واذا حبيتوا انكم تشتروا القلم تبع الابل حقه $100، والكيبورد تبع الايباد برو حقه $180. يعني هيك بيكون المجموع طبعنا صار $780 امريكاني. اما السيرفس برو من مايكروسوفت سعره $400 لفئة الاي 5 4 جيجا رام، 128 ستوريج او ساعة تخزينية، والقلم بيجي بقلب العلبة معه. اما اذا حبيتوا تشتروا الكيبورد على جنب فسعر الكيبورد $80، فهيك بيكون سعره الاجمالي $480. يعني $780 للايباد برو و $480 للسيرفس برو، وبهالاسعار اكيد بتكون السيرفس برو هي اللي ربحت معنا بهالنقطة. تاني نقطة رح احكي عنها لليلة هو الديزاين او التصميم. الايباد برو اللي معي شاشته 12.9 انش، اما السيرفس برو شاشته 12.3 انش. وإذا بتلاحظوا الفرق بيناتهم 0.6 إنش بس انتو بس تطلعوا فيهم بتحسوا انه الفرق كتير كبير بيناتهم. هالشي بيرجع للبزلز الكبار الموجودين بأعلى الشاشة وأوطى الشاشة عند الايباد برو. بس كمان هيدا الشي منه سلبي، لأنه هالشي بيحسسك بفخامة بس تمسك الايباد برو. أما السيرفس برو شكله مثل كل اللابتوبات، بس كمان بيعطي طابع الفخامة خاصة مع اللوجو المايكروسوفت من ورا. وبهيدي النقطة أنا ما بقدر أقارن أيها الأفضل، هالشي بيرجع لإلكن، فرح يكون في تعادل بين الأبل وبين المايكروسوفت. تالت نقطة رح نحكي عنها الليلة هي البطارية. البطارية بالآيباد برو إذا ما كنتوا عم تستعملوه أبدا بتقدر تضاينكن أكتر من جمعتين، بس بمجرد ما تضوي الشاشة بتبلش البطارية تنزل بشكل مش مقبول. يعني ما كانت عم تضايقني اكتر من ساعة ونص لساعتين ماكسيموم، وهالشي ابدا مش مقبول. واذا كنتوا عم تلعبوا العاب شوية تقيلة مثل فورتنايت مثلا، البطارية ما بضايقنكن اكتر من 20-30 دقيقة ماكسيموم. والاضرب من هيك هو الطريقة اللي بتشرش فيها البطارية، لانه بتاخد اكتر من 5 ساعات للايباد تتشرج 100% إذا كنا وصلنا للعشرة بالمية من البطارية. أما السيرفس برو بطاريته بتضاين من 5 ساعات ل6 ساعات حسب استعمالكم. والأجمل من هيك هو التشارجر تبع السيرفس برو اللي بيجي معه USB Type A زيادة، يعني بتقدروا تشارجوا تليفونكم أو الآيباد مثلا إذا كنتوا بحاجة. ورابع نقطة رح نحكي عنها لليلة هي تجربة الاستخدام المكثف. المايكروسوفت سيرفس برو نظامه هو ويندوز، وهالشي بيخليكون شوي تقيل، وبعد الاستعمال المكثف بتحسوه بلش شوي يعلق، وكنت عطول عم بضطر اني اعمل له ريستارت لانه يا في شي علق فيه او لانه في شي مش ظابط فيه. اما الايباد برو ولا مرة ابدا 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 اضطريت اني اعمل له ريستارت، وهيدي نقطة اكيد بتتحسب لشركة الابل. خامس نقطة رح احكي عنها الليلة هي القلم. مثل ما شايفين ما معي قلم الايباد برو. ليه؟ لانه صار ضايع مني مرتين وماني مضطر ارجع اشتري واحد ثالث، لانه اللي اخترع القلم بشركة الابل نسي يحط بقلبه مغناطيس. اما السيرفس برو القلم تبعه كتير منيح، و
بيلقط اول ما تحطوه على الكمبيوتر. بس هالشي ما بيخلينا نقول انه قلم المايكروسوفت سيرفيس برو افضل من قلم الايباد برو تبع ابل. اول شغله بتلاحظوها بقلم السيرفيس انه شوي لاجي او ما بتستجيب دغري، كانه عطول مؤخرة عن مطرح ما تكون وصلته بالقلم. اما قلم الايباد كتير كتير سريع، كانه مسكين قلم حقيقي بايدكم. وهيدا الشيء بينحسب اكيد لشركه ابل. سادس نقطه معنا اياها لليله هو الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيله. الايباد برو مصمم ليشتغل على نظام الاي او اس، يعني مثل تليفونات الايفون. اما المايكروسوفت سيرفيس برو مصمم ليشتغل على الويندوز 10، يعني بيقدر يغنيكم عن تابلت وبيقدر يغنيكم عن كمبيوتر. برايي الشخصي اذا كان عندكم كمبيوتر مبسوطين منه وحابين تجربوا شيء جديد، اكيد روحوا على الايباد برو. اما اذا كان بدكم تابلت بنفس الوقت تغنيكم عن كمبيوتر، اكيد ما تفكروا بالايباد، لانه ولا ممكن باي حال من الحالات الايباد برو تغنيكم عن كمبيوتر حتى لو كان عندكم الكيبورد تبع الابل. فاكيد بهالحاله روحوا على المايكروسوفت سيرفيس برو. وهيك بنكون وصلنا لاخر فيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من هالفيديو. اذا كنتوا بعد ما عملتوا سبسكرايب، بليز سبسكرايب للشانل ولايك، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. With the